بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من السودان هذا المساء من قناة الشروق، والبداية بالعناوين. حمدوك يشدد على عدم التنازل عن القصاص للشهداء الثورة. البرهان يؤكد التمسك بمبادئ ثورة ديسمبر للعبور نحو الديمقراطية. السودان يجري تعديلات على مشروع قرار أممي برفض وجود عسكري في البعثة السياسية. أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك عن أن حكومة الفترة الانتقالية ستعمل على تحقيق شعارات الثورة المتمثلة في القصاص لأرواح شهداء ديسمبر، مبينا أن ذلك سيكون أحد الثوابت التي لا تنازل عنها. وقال عبد الله حمدوك وفقا لصفحات رسمية بفيسبوك إن الشعب السوداني ثار من أجل الكرامة، مؤكدا أن أرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ستظل قنديل حق يدل على طريق إنجاز حكومته لمهام الثورة. في الأثناء دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك جميع المواطنين إلى الالتزام ومواصلة الالتزام بالإرشادات الوقائية والحد من التجمعات والحركة غير الضرورية من أجل العبور بأمان من خطر جائحة كورونا وآثارها المدمرة برغم قساوة الإجراءات على حياة المواطنين ومعيشتهم. واستعرض رئيس الوزراء في خطابه الذي وجهه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عددا من الموضوعات شملت الشراكة بين أجهزة الحكم الانتقالي والقوات النظامية المختلفة ولجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير، متطرقا إلى الجهود المشتركة لضمان توفير السلع التموينية الضرورية للمواطنين. يطيب لي اليوم أن أزف إليكم جميعا أحر التهاني وأطيب الأماني بعيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل أن يعيده علينا جميعا بالخير والبركات وعلى وطننا الغالي بحلول السلام الشامل وبالأمن والازدهار والرفاهية، وأن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال. قد واجهنا خلال هذا الشهر الكريم المبارك العديد من الأزمات والمصاعب، وعلى أبرزها تزامن الشهر مع الانتشار الوبائي لجائحة الكورونا التي ضربت العالم بأثره، والإجراءات الوقائية للحد من انتشارها والتي فرضت عدد من القيود القاسية على حياة المواطنين ومعيشتهم. وهنا أدعو الجميع إلى مواصلة الالتزام بالإرشادات الوقائية لوزارة الصحة والحد من التجمعات والحركة غير الضرورية لنستطيع أن نعبر بأمان خطر هذه الجائحة وآثارها المدمرة على صحة شعبنا. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن التمسك بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة في مجال الحرية والسلام والعدالة قولا وفعلا هو الطريق السليم للعبور بالفترة الانتقالية نحو الديمقراطية والحكم الرشيد وبناء دولة المواطنة التي ينعم فيها الجميع بحقوق متساوية. وقال البرهان في كلمته التي وجهها للشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر المبارك: نجدد التزامنا لكم بحماية ثورة الشعب المجيدة وإنفاذ مطلوبات الفترة الانتقالية كاملة بما يحقق تلك المبادئ. مواطني الأماجد، إن التمسك بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة قولا وفعلا لهو الطريق السليم للعبور بالفترة الانتقالية نحو الديمقراطية وأسس الحكم الرشيد وبناء دولة المواطنة التي ينعم فيها الجميع بحقوق متساوية. وهنا نجدد التزامنا لكم بحماية ثورة الشعب المجيدة وإنفاذ مطلوبات الفترة الانتقالية كاملة بما يحقق تلك المبادئ: الجنة والخلود للشهداء الأبرار، عاش السودان حرا مستغلا موحدا وقويا، وكل عام وأنتم بخير. كما أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان جاهزية الجيش الكامل للحفاظ على البلاد ومكتسبات الشعب السوداني التي حققت وتحققت عبر ثورة ديسمبر المجيدة. وأعرب البرهان في تعميم صحفي بمناسبة عيد الفطر المبارك عن أمنياته فأن يعيده الله على الجميع والسودان أكثر رخاء ومنعة في ظل سلام وعدالة وحرية دائمة تحت حراسة قواته المسلحة في جاهزية كاملة للحفاظ على البلاد ومكتسبات الشعب السوداني.
وقدم البرهان التهاني والتبريكات لجميع قيادات القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعلن السودان اكتمال إجراءات التعديلات المطلوبة على مسودة مشروع القرار الأممي لطلب مساعدات فنية لدعم جهود السلام لا تتضمن أي مكون عسكري أو شرطي. وكشف بيان صادر عن وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين عن إجراء التعديلات المطلوبة على مسودة مشروع القرار الأممي ليتوافق مع خطاب حكومة السودان المقدم للأمم المتحدة لطلب مساعدات فنية. وأوضح أن المطلوبات تمثلت في المساعدة لدعم جهود السلام والمساعدة على حشد الدعم للمؤتمر الاقتصادي والمساعدة على العودة الطوعية للاجئين والنازحين، إضافة إلى المساعدة في التعداد السكاني وقيام الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية. وأمن قمر الدين على سيادة السودان ومبدأ المشاركة في جميع مؤسسات السيادية والتنفيذية والسياسية والتأكيد على حق السودان الأصيل في طلب الدعم بصفته عضوا فاعلا في المنظومة الأممية. وقال إن الطلب يراعي سيادة واستقلال السودان وأن برنامج المساعدات القادمة لا يتضمن أي مكون عسكري أو شرطي وأن مسؤولية الأمن والسلم في البلاد هي من صميم عمل حكومة السودان. تلقت وزارة الخارجية عبر بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة مسودة قرار مجلس الأمن الخاص بخروج بعثة يوناميد والآلية التي سوف تخلفها. وقالت الخارجية إنه تمت إحالة المسودة إلى كل من مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وإن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله دعت لاجتماع عاجل لقيادة الوزارة تم من خلاله استعراض مسودة القرار ومدى استجابتها وتقيدها بالمطالب الثمانية التي وردت في رسالة السودان إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بمجلس الأمن، مشيرا إلى أن الاجتماع قرر إرسال حزمة من المقترحات إلى بعثتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة للشروع فورا في التحرك لإدخال التعديلات اللازمة على مسودة القرار. أعلنت النيابة العامة أن التحريات اكتملت في قضية انقلاب الذي وصل في العام 1989 الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى السلطة. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أن الملفات المكتملة ستكون أمام القضاء عندما تفتح المحاكم أبوابها. وأعلنت النيابة العامة أن لجنة التحقيق في إعدام 28 ضابط في العام 1990 استجوبت 85 شاهدا وجمعت البيانات والاستدلالات، وأن الإجراءات في مرحلة تقييم البيانات وتحديد المتهمين وتوجيه التهم بشكل احترافي ومهني، وتوقع البيان أن يباشر بل أن تباشر اللجنة المستقلة في أحداث فض الاعتصام تحديد المتهمين الضالعين في فض الاعتصام والانتهاكات بمهنية عالية خلال القيد الزمني الذي حدده أمر تشكيلها. أعلن رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي رفضه القاطع لتمديد الفترة الانتقالية، وطلب بتحقيق العدالة لشهداء فض الاعتصام بالقيادة العامة الذي وصفه بالوحشي. وأكد المهدي في خطبة ألقاها بمناسبة عيد الفطر المبارك بمنزله بالملازمين أن تجميد عضويتهم في تحالف الحرية والتغيير ليس زهدا في العمل الجماعي، بل لتفعيله وتعضيده وتحويل التحالف إلى جبهة قادرة على القيام بدورها ودور الحاضن السياسي المساند للحكومة لا عبئا عليها. وقال: قلت في أكثر من مناسبة إن بعض زملائنا في الحرية والتغيير عينوا أنفسهم أوصياء على الحراك الثوري. وتصيدا للمناصب، وشدد المهدي على ضرورة تحقيق العدالة لشهداء الثورة، وطالب بتحقيق العدالة الانتقالية على نحو يطبب الجراح. وقال المهدي إن القوى الشبابية والنسائية الثورية كان لها دورها المشهود، وهم يمثلون إضافة دم جديد للجسم السياسي السوداني. وقال إن هؤلاء ينبغي أن يمثلهم جسم ويحتل مقعدا معتبرا في صنع القرار الآن، وسوف نخاطبهم لنيل دور مؤثر في الانتخابات القادمة. هذه الأهداف، وسنرحب بكل مستجيب.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل حالة إصابة جديدة 256 بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 9 وفيات حسب التقرير الوبائي، وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 3628 حالة، متضمنة 146 حالة وفاة. وسجلت الحالات الجديدة من ولايات الخرطوم 209 حالة، الجزيرة 18 حالة، وشمال كردفان حالتان، 8 حالات بسنار، جنوب دارفور 3 حالات، كسلة 3 حالات، وغرب دارفور 5 حالات، وحالة بشمال دارفور، وأخرى بالنيل الأبيض، وأربع حالات بغرب كردفان، وحالتان بالنيل الأزرق، وحالة بالبحر الأحمر. وتماثلت 52 حالة للشفاء، 11 بولاية الخرطوم، و40 حالة بالجزيرة، غرب دارفور حالة، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين من المرض إلى 424 حالة. حذر والي نهر النيل المكلف اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين من انفراط حالة التباعد الاجتماعي خلال مناسبة عيد الفطر المبارك حتى لا يشكل مهددا لتفشي فيروس كورونا. ووجه الوالي عبد المحمود خلال كلمته بمناسبة العيد الأجهزة الأمنية والشرطية ودائرة الصحة بإحكام حلقات التنسيق والترتيب المحكم لضمان الاستمرارية والتقيد الكامل بكافة القرارات والإجراءات الاحترازية التي تنفذها الولاية للحد من انتشار الجائحة خلال عطلة عيد الفطر المبارك. هذه المناسبة المباركة جاءت في هذا العام في ظل ظرف استثنائي تعيش فيه الإنسانية بسبب جائحة كورونا، هذا الوباء الفتاك الذي هدد استقرار العالم وبث الهلع والخوف في نفوس الجميع. فصدرت الموجهات والإجراءات الاحترازية من قيادة الدولة والأجهزة المتخصصة لمواجهة هذا الوباء، وسبقنا نحن في الولاية بعمل متكامل لمواجهة هذا الداء. ومن هنا لابد أن أحيي إنسان ومواطن الولاية لوعيه وتفهمه لدواعي هذه الإجراءات. اعتمدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية الخطة المقدمة لإجلاء السودانيين العالقين من الدول المختلفة وفقا للإجراءات الصحية المتعلقة بالفحص والحجر الصحي المنزلي حسب النتائج والتصنيفات المتبعة. وقال وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح عقب اجتماع اللجنة، قال إنه سيتم الإعلان عن بداية تفويج العالقين والترتيبات المتعلقة بهم. وأضاف أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية استعرضت الموقف الصحي العام بالبلاد وترتيبات إعادة العالقين بسبب جائحة كورونا من المواطنين السودانيين في البلدان المختلفة، مشيرا إلى أن اللجنة اعتمدت الخطة المقدمة لإجلاء العالقين من الدول المختلفة وفقا للإجراءات الصحية المتعلقة بالفحص والحجر الصحي المنزلي حسب النتائج والتصنيفات المتبعة. وسوف يعلن عن زمن بداية تفويج العالقين والترتيبات المتعلقة بهم. هنأ والي شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي الشعب السوداني وأهل شمال دارفور على وجه الخصوص بعيد الفطر المبارك. وأكد الوالي في كلمته بهذه المناسبة مضي حكومة الولاية في تنفيذ موجهات الحكومة الانتقالية وفق ما دعت إليه ثورة الشعب السوداني في الحرية والعدالة والتنمية. وجدد الوالي تأكيده على المضي في تنفيذ أولويات الخدمات والتنمية وتهيئة الأجواء للمؤسسات والأفراد والكوادر الطبية والصحية للحد من انتشار جائحة كورونا وصولا للاستئصال الكامل للوباء. ستمضي حكومتكم في ولاية شمال دارفور في تنفيذ أولوياتها في مختلف مجالات الخدمات والتنمية، وعلى رأسها تهيئة كافة الأجواء والأسباب للمؤسسات والكوادر الطبية والصحية للعمل في مجابهة جائحة كورونا للحد من انتشارها وصولا إلى مرحلة الاستئصال الكامل. كما نؤكد لكم أن جهودنا مستمرة وبلا توقف من أجل تأمين خدمات مياه للشرب والكهرباء لجميع مواطني الولاية بالتركيز على حاضرة الولاية مدينة الفاشر. على صعيد آخر، أكد والي شمال دارفور استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية بفضل الله وتعاون جميع مكونات الولاية، داعيا للحفاظ على هذه النعمة وعدم الانجرار وراء هوى النفس. وأوضح الوالي أن ولايته ستدعم جهود السلام في منبر جوبا بين كافة الشركاء حتى ينعم شمال الوطن بالأمن والاستقرار والرخاء. يجب علينا جميعا أن نحمد الله على ما أنعم علينا
به من نعمة الأمن والاستقرار التي عمت جميع أرجاء ولايتنا الحبيبة، والتي ما كان لها أن تتحقق إلا بعون الله وتوفيقه وتعاون كل منظومات العمل الأمني والشعبي والرسمي بالولاية. ونقول أن نعمة تحقيق الأمن لا تدانيها نعمة ولا يتذوق طعمها إلا من فقدها، ولذلك ندعوكم إلى المحافظة على نعمة الأمن وعدم السماح بالإنجرار وراء قوى الشيطان النفسي من طمع أو حسد أو قبيلة بغيضة. من شمال دارفور إلى غربها، حيث تفقدت حكومة ولجنة أمن ولاية غرب دارفور سجن الجنينة بغرض معايدة النزلاء ضمن برنامج فرحة العيد الذي تنفذه أمانة ديوان الزكاة بالولاية. وقال والي غرب دارفور المكلف اللواء الركن ربيع عبد الله آدم لدى تهنئته النزلاء بعيد الفطر المبارك، قال إن كافة البرامج وطقوس العيد قد تم تعطيلها بسبب انتشار جائحة كورونا بالبلاد، متمنيا للنزلاء الإفراج العاجل حتى يعودوا للمشاركة في بناء وتعمير الولاية والإسهام في زيادة الإنتاج والإنتاجية. وأوضح والي غرب دارفور أن حكومة الولاية تسعى مع الشركاء لأطلاق سراح عدد من النزلاء الغارمين لإكمال فرحة العيد مع أسرهم، مؤكدا أن الولاية تشهد مستوى من الأمن والاستقرار. يمكن لوجود جائحة الكورونا والتي يعني استشرد وكده اختصرنا الليل بالتحديد زيارتنا أو اختصرناها على السجن لوحده، السجن باعتبارهم فئات أراد الله يكونوا في مثل هذه اللحظات دول الجدران، فكان لابد أنه نفرحهم بالعيد، وكان لابد أنه نشعرهم بأنه في مرض حقيقة. يمكن في بعض الناس تمكننا أنه فعلا لقينا باقلين بسيط وعليهم غرامات، اتعهدنا باخواننا في الزكاه كتر خيرهم. طبعا احنا حتى هذه المبادره جات بدعم سخي من اخواننا في ديوان الزكاه. نشرتنا متواصله معكم وفيها بعد الفاصل تتابعون. وزاره الصناعه والتجاره ولايه الخرطوم تكشف عن اجراءات قانونيه ستطال المخابز التي لا تعمل طيله فتره عيد الاضحى المبارك بل الفطر المبارك. أهلا بكم إلى جولة عالمية نبدأها من إسرائيل، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد براءته في بداية محاكمته في تهم فساد، قائلا إن تلك التهم ملفقة، وذلك في أول محاكمة جنائية لرئيس وزراء إسرائيلي في الخدمة. كان نتنياهو محاطا بمجموعة من الوزراء من حزب ليكود اليميني وتحدث بقوة موجها حديثه للرأي العام أمام كاميرات التلفزيون في رواق المحكمة قبل أن يجلس على مقعد المتهمين. وقال نتنياهو عن اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال هي محور ثلاث قضايا مرفوعة ضده، لقد تم إفساد هذه التحقيقات وتلفيق الاتهامات منذ اللحظة الأولى. ونظم المئات من أنصاره وخصومه مظاهرات صاخبة خارج المحكمة، وردد الموالون له في أرجاء المحكمة هتاف بيبي ملك إسرائيل. دعا القائد العسكري الليبي خليفة حفتر قواته للاحتشاد ضد تركيا حتى ساعدت منافسيه التي ساعدت منافسيه في طرابلس على تحويل دفة الصراع العسكري حول العاصمة، وحققت القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا مكاسب في الآونة الأخيرة، بما في ذلك انتزاع السيطرة على قاعدة جوية رئيسية، مما قوض هجوما مستمرا منذ عام لقوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر لانتزاع السيطرة على طرابلس. وحث حفتر مقاتليه في رسالة صوتية على محاربة الاستعمار التركي حتى تحقيق النصر، وقال: يا من تصنعون المجد وترفعون راية العزة وأنتم تواجهون هذا المستعمر البغيض الطامع في ثرواتنا، إنكم تخوضون حربا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات، ليس فيها إلا النصر.
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إلى التهدئة سريعا في ليبيا خلال اتصال مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أن حققت قواته المدعومة من تركيا مكاسب في الأونة الأخيرة أثارت تهديدات بالرد. وقالت أنقرة إن البلدين العضوين في حلف الشمال الأطلسي اتفقا على مواصلة السعي لتحقيق الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط بما فيها سوريا، في حين قال متحدث باسم أردوغان إن على المجتمع الدولي أن يقف مع تركيا في الصراع الليبي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير في بيان أكد أن الرئيس ترامب أكد على قلقه إزاء تفاقم التدخل الأجنبي في ليبيا وشدد على ضرورة التهدئة السريعة. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأحد إن بلاده تأمل في أن تستأنف الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الحوار البناء بينهما بأسرع ما يمكن. وقال الوزير في مؤتمره الصحفي السنوي في بكين إنه ينبغي على الولايات المتحدة عدم تبديد النتائج التي جرى تحقيقها بصعوبة بالغة من خلال التواصل بين الجانبين. قالت متحدثة باسم شركة لوفت هانزا التي تجري محادثات مع الحكومة الألمانية للحصول على حزمة إنقاذ قدرها 9 مليارات يورو إن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى 20 وجهة منها أماكن عطلات رئيسية بدءا من منتصف يونيو. وقالت المتحدثة إن لوفتهانزا ستسير رحلات إلى مايوركا وكريت ورودس والبندقية وملقا، مضيفة أن الرحلات ستنطلق في فرانكفورت المركز الرئيسي للشركة. وأضافت أن الشركة ستكشف عن وجهات أخرى في نهاية الأسبوع المقبل. تأتي الخطوة بعد أقل من أسبوعين من إعلان الشركة عن خطط لاستئناف الرحلات إلى وجهات أخرى منها لوس أنجلوس وتورينو ومومباي اعتبارا من يونيو. اقتصاديا، كشفت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم عن إجراءات قانونية ستطال المخابز التي لا تعمل طيلة فترة عطلة عيد الفطر المبارك. ودعت الوزارة في تعميم صحفي الجهات الرقابية للقيام بدورها والمكلف به لتفادي التلاعب بقوت المواطنين. وأشارت إلى استلام كافة المخابز بولاية الخرطوم حصتها كاملة من الدقيق المدعوم لتغطية عطلة عيد الفطر المبارك. أكدت لجنة مراقبة ومتابعة وضبط انسياب السلع الاستراتيجية بولاية الخرطوم أن مستودعات الوقود والغاز ستعمل طوال عطلة العيد المبارك لتزويد المحطات بالوقود ومراكز التوزيع بالغاز، فيما تم تسليم المخابز حصتها من الدقيق. وأكدت اللجنة في اجتماع لها ضرورة أيلولة مسؤولية حصة الولاية من الوقود لإدارة النقل العام والبترول بالولاية وتحديد قنوات التوزيع، فيما تم التأكيد على إنشاء جسم رقابي موحد من كل الأجهزة النظامية ولجان المقاومة لاستلام الوقود من المستودعات ومتابعته حتى وصوله لمحطة الخدمة ومتابعة تزود المركبات. وشدد الاجتماع على ضرورة إلزام المركبات بالمحطات التي خصصت لها، حيث أصبح وجود الشاحنات الضخمة وسط المدن يشكل عائقا في حركة المرور. بتكلفة بلغت أكثر من 3 مليون جنيه، نفذت أمانة ديوان الزكاة بولاية غرب دارفور برنامج فرحة العيد للعام 1441 للهجرة الشريفة. وأوضح أمين ديوان الزكاة بغرب دارفور سليمان عبد الله محمد أن البرنامج احتوى عددا من المحاور شملت برنامج الراعي والرعية والمتعففين وأسر شهداء والمرضى بمستشفى الجنين التعليمي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يأتي في ختام محاور برامج شهر رمضان المعظم التي انطلقت بعدد من البرامج. وأشاد أمين الزكاة بغرب دارفور بدور لجان المقاومة في سد الفجوة بعد قرار إلغاء لجان الزكاة القاعدية بالأحياء المختلفة وما قامت به في المراحل المختلفة ما أسهم في إنجاح كافة البرامج. فرحة العيد هي 3 أجزاء، رأي والرأية وبرنامج معاهدة السجن وبرنامج يعني معايدة المستشفى، بتكلفة حوالي 3,200,000 تقريبا. نحن نرسل شكرنا لجميع الإخوة الذين شاركونا في تنفيذ هذا البرامج، وخاصة إخواننا شركائنا في لجنة المقاومة. لجان المقاومة كانوا يعني جزءا يعني عزيزا وآملا وسط الآملين.
من جهته امتدح المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية غرب دارفور الصديق الطيب وهب الله دور ديوان الزكاة في تخفيف المعاناة عن الفقراء والمساكين ورسم الفرحة في وجوههم من خلال البرامج التي يتم تنفيذها في فرحة الصائم وفرحة العيد لعدد من الشرائح، مشيدا بمرابطة الجيش الأبيض من العاملين في الحقل الصحي طوال عطلة العيد السعيد. نحن صراحة يعني شاكرين جدا لديوان الزكاة وشاكرين أيضا لحكومة الولاية متمثلة في السيد الأخ الوالي لرعايته لهذا البرنامج العظيم الذي يدخل الفرحة على كل الذين يعانون. يعني نحن نريد أن يعني كل الناس يشاركونا في هذه الفرحة العظيمة، وكذلك يعني نحن نرسل من هنا تحياتنا لكل جيشنا الأبيض الذي يعمل في كل أرجاء هذه الولاية وكذلك يعمل في كل السودان والذين يعملون الآن في العزل، والجيش الأبيض الآن الموجود في داخل هذه المستشفى، يعني الناس معيدين في بيوتهم وكذا، لكن نلقى الممرضين وأخواننا في المختبرات الطبية وأخواننا الأطباء وأخواننا ناس الأشعة كلهم موجودون هنا في هذه المستشفيات. ختاما لهذه الجولة من السودان هذا المساء من قناة الشروق، هذه عودة للعناوين. حمدوك يشدد على عدم التنازل من القصاص لشهداء الثورة. البرهان يؤكد التمسك بمبادئ ثورة ديسمبر للعبور نحو الديمقراطية. السودان يجري تعديلات على مشروع قرار أممي برفض وجود عسكري في البعثة السياسية. ختاما أشكر لكم المتابعة، تحياتي وفريق العمل كل عام وأنتم بخير.